المواي تاي رياضة من أنواع الفنون الإيطالية المشهورة حول العالم، كيف تنلعب، نشاطاتها بلبنان ونسبة الإقبال عليها. المواي تاي بتنلعب بالإيدين، الكواع، الركب والإجرين، ومسموح فيها الضرب على كل الجسم إلا بين الإجرين. فنحن بلبنان بفضل الاتحاد طبعاً، نشاطات الاتحاد اللي بتنعمل تقريبا عم تحكي عندك شي 30 نشاط بالسنه، 33 نشاط بالسنه، عم تحكي بين نشاطات محليه ودوليه، دورات تدريب، دورات تحكيم، بطولات محليه، كثير علينا اقبال، كثير كثير. هل من بطولات منظمه لهالرياضه داخل لبنان ووجود ابطال عم بيخوضوا غمارها؟ الاتحاد شغال دائما، فعندنا كثير نشاطات، خصوصا البطولات عم تحكي ان كانت لقاءات او بطولات بسموهن فايت نايتس، او عم تحكي عن بطولة لبنان اللي هي بطولة لبنان درجة ثالثة، او بطولة لبنان درجة ثانية، او بطولة لبنان درجة اولى، او الاحداث القتالية اللي هي مبين فعليا تنعمل على نطاق واسع، بينعمل عليها بروباغندا، بصير في عليها مصاري او دخوليات او هالامور. فهذا الشيء كثير ساعد المواي تاي على انه تنتشر بلبنان وتكون من اكثر الرياضات الشعبيه بلبنان، ومش بس بلبنان يعني بالعالم طبعا. كل الرياضات بشكل عام تحتاج للشغف لتمارسها، اذا مش موجود صعب تنجح فيها، خاصه هيك انواع رياضه. اذا صعب يفيق الساعه 5 الصبح ليروح يركض، لا بده يفيق الساعه 5 الصبح ليروح يركض. اذا صعب يتمرن مرتين بالنهار، لا بده يتمرن مرتين بالنهار. اذا صعب يتمرن 3 ساعات التمرين الواحده، بده يصير يتمرن 3 ساعات التمرين الواحده، وبده يحضر يشوف دل، يحضر ويحضر 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 لحتى اللي يقدر يتطور. اليوم في عندنا شاب نحن هون بيجي بيتمرن، شاب صغير عنده شغف، يعني انا بشوفه عم يتمرن، بيجي بيتمرن بالاستيك باند، بحط ايلات باجريه وبصير يتحرك وبيحضر، بيحضر كثير بيحضر. اهم شيء لحتى الواحد هو يتطور بده يشتغل على حاله، هل المجهود الشخصي هو 70% من التطور و30% بالنادي. لتوصل وتقدر تكون بطل من أبطال هالرياضة عليك تتمرن بقوة وتلتزم بقواعدها.